معانا في الحوار، في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة. لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة، وغنت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة. وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نبولة. وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نبولة. وبين العالمين احنا بين العالمين، دولة تبقى الأولى. قرم فطني بعد حالك الله. ده وش ده؟ انا قلت لك اعمل لي جبنه صاموطيه عشان اضبط الصواميل بتاعت الكربريتر ده، تجيني بوشك الواحد ده 100 مره. قلت لك وشك الكعب ده ما تجينا، مالك مطرمه من الصبح. ما منك انت ضعف ديل، كل مره تقول لي بسوقك افسحك بسوقك افسحك وتنسى الموضوع. انا والله صراحه يعني انا ذاتي التقيله ما دارت اتفسح، والله ما دار استعيد ايام الشباب وايام الخطوبه، حيث كان الواحد منبعج الاحاسيس والمشاعر. لكن كل ما نعمل برنامج زي ده يجينا نعطي اخوك العارض ده مليوة. يعني حيكون منه غورباتشوف ما ياهوك شيرة ده ذاته، زول عارض بس. لا لا افضل مليوة ده مشى السوق وقال ماشي يشرب قهوة. عشان هو ماش كوركي، لأنه اخوك ده عبار زي الرادار، ممكن هو قاعد في السوق يلقط كلامي ده يجينا نعطي في هذه اللحظة الجميلة. لا لا ما بيجي، اقوم اجهز عشان نمشي. هيجهز التبع زولة ونبقى مارين طوال على الرومانسيات، والله يكفينا شر العوارض. طيب يا جاك ويا زيوم هذا العارض جيب الباب. معقول يكون دم ليوة عنده زوج يدق الباب؟ أجولة أصلا اللحظات الجميلة دي ما في زول بيهدي غير هادي من اللذات اللي اسمه ليوة ده. تفضل يا أم ليوة. فضيلة الدعم لك كيف حالك؟ فضيلة أختي إن شاء الله طيبة. فضيلة أختي كان ما فيها رسالة بس يوريكم كوباية شاي. يا رجالة رجلي. والله فضيلة جاني خبر، والله العظيم يستاهل الطبيعة. الله في زين بيستاهل الضبيحة غيرك. وانت شنو؟ لا ما قلت حاجة، الخبر اللي بيستاهل الضبيحة هناي انا. العكشابي يا عبدال. العكشابي ده شنو؟ العكشابي ده محل زينة، عربيتك البرة دي يخلوها لك موديل السنة، عروس، عروس السنة. يا جول، عروس عديك كيف؟ هاي؟ عروس؟ طيب يا مليوي يا اخوي، الليلة ما بوريك. نحن احنا اخوي رايين شنو؟ ما نقوم نمش؟ ما تغير هدامك ده وانت مع عريس يا زول. انا قوم اغيره نبقى مارقين. هاي غير، ما انت معك عريس كمان. هاي العريس ابشر، هاي ابشر بالخير. وصلنا طبعا. قلت لي اسمه منو؟ العكشابي. هاي اهو العكشابي ذات. وقلت لي يعني بيغيرون الموديل السنة؟ يا زول والله جيهوك جيها بالصيح. يا زول يا زول الله يقول لك كلام. الله ذات هذول ريحنا منك كومر ذا. هاي كومر انا غد فجنو. حسبي الله ونعم الله يا ذاك ويا فضيلة. لا العكشابي يعني هسه كان قلنا لك العكشابي ده محل زينة عربات سيارات بتصدقينا؟ والله صحيح والله محل زينة. الليلة معاكم الحجل بالرجل. الله يسلمك. السلام عليكم. يا السلام ورحمه الله. الله يسلمك. بارك الله ما شاء الله. الحمد لله. ضل دور اخوي بندورنا غير عربيته للشكل الحديث.
يعني يكون موديل متجدد. ايوه انا لاند كروزر 2015 ده نقلبه لاخر موديل. جدا عندكم نشيده؟ جدا ان شاء الله يا جول. عندنا تغيير من لاند كروزر 2015 ل 2021، عندنا من 2008 ل 2021. كان الله ي... الله يجينا قال لك الله يا قفزه، ما قلت لك بجيروه كذا؟ اي هون الله يخلي لك عروس عروس. الفرش كيف؟ فرش عندنا لا فرش اساسي، عندنا لا فرش اضافي، عندنا لا فرش اساسي باضافي بقول اثنين في واحد. ايوه. عندنا لا فرش ارضي. ايوه. البرادع الهناية الفرو. الفرو احنا جايين كارو. اقول لك الان نقول تقول له برادع، البرادع حق الحمار هذول، معلش هذول اصلا دائما محرجنا، عنده كارو ما في عوية. اسمعني عندنا ضريح حقنا وانا نساوي. الضريح عنده موكسي، عنده كل فرش تصادم حديد. قال عندهم فرش مخرم كي يجيب التكييف والله شنو؟ هاي والله نعم. هاي عندنا فرش مفتح للتكييف، شوف فتحات للتكييف. هاي هم التصادم، عنده تصادم كي معزي وكل مرة طيعوزول اشتروا بلاستيك. هاي بلاستيك. لو تصادم بلاستيك عندنا تغيير من البلاستيك للحديد النيكل الشكل الجديد. حتى الموديلات الحديثة دي؟ ده من 2012 من 2016 لغاية 2020. ما شاء الله من 2016 ولا كم؟ 2016 ل 2020. الله يم... الله يشغل. كتا قلبهم من بلاستيك لحديد. نعم. والله ما شاء الله. انا نزل بجي وجهها جدل. بديك لك كامل بس تسلمنا المفتاح ونسلمك الصدام في العربية. ما شاء الله والله. انا ما قلت لك هذا مثلا كشافي ده بيخلوا العربية تقضي عروس، عروس هذول. والله العظيم تبقى عريس انت ذاتك. والزينة دي كلها انواع فيه. هاي ان شاء الله. اي زينة لعربية صغيرة كبيرة؟ العربات الصغار عندنا اللي فرش الصالون. فرش اساسي. ايوه. فرش اضافي زي ديل. ايوه. عندنا لنا الفرو ده. انت افضل ما تفتح لي محل اشتري لي منه جمله، ببيعوا جمله. ببيعوا جمله صحيح؟ نعم ببيع جمله. هاي. جمله وقطاعي. جمله وقطاعي. اجل والله، ادي المفتاح اجل. نرفع ولايات تكتب فاتورتك وتلقاها بغادي ان شاء الله. ادي المفتاح للعربيه. جدا. تفتح لي محل، محل يكون منه العكشافي ده. انا ابيع هناك جمله وقطع. لا لا خلاص تب هسه قلت لي عربيتنا دي يعني بتغيروها لنا شكلها من ال 15 ل 21. نعم ان شاء الله. لا سلام يا سلام. البيان بالعملي ان شاء الله. نعم نعم يا زول. جدا ابشر تب. الله يكرمك. المحل ما زي محل. تفضل جاي رحت. تفضل تفضل. اقعد اقعد يا اخوان. تفضل يا استاذ عربيتك جاهزه. جزاك الله خير والله ما شاء الله تبارك الله. عندنا غطا التقريشه ده من الغبار، لما تقرش العربيه تغطيها بها كلها. ده بغطي البوكسي والكروزر والعربات الصوالين. ما شاء الله عندكم متوفر كل المقاسات. ان شاء الله الله ما شاء الله. الله يعني اقول لك كلام كشافي ومتانه وجوده. قوم احكي الليله الفصحى من امه. عليك الله رايك فينا. لا والله افضل ما شاء الله. يا لا العكشابي معاه استعيد شبابي. شفت الكلام ده كيف؟ بعدين تنكلوا يا فل. اي افضل. بعد كده الفصحى جد جد. ايوه. تقول لي مليو؟ ما بنرجعوا. مليو لا تو بيشتغل تنكلوا يدير كفيه. والله العكشابي ما شاء الله. علينا كان نغير البيوت عشان نغير شكل البيت مره، نغير معاه مليو جات. ونفضل ازول في ظل السلام عربيته وطلع. يعني كيف ازول عربيته وطلع؟ انا ما جبت انا يا مصعب. ازول وكيف يعني؟ ازول وكيف يعني عربيته؟ ازول وكيف فات؟ فات كله قلي. العكشابي معاه استعيد شبابي.
كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمال تبقى النفس مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها وسعينا للعمال تبقى النفس مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها وبين العالمين احنا بين العالمين دولة تتفعلوا.